مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله صباحكم عن جديد. مستمرين معاكم أكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بموقع طقس العرب ببرنامج جوك معي أنا أسامة الجيتاوي. يعني راح ننتقل من أجواء الأردن إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية، ففي تمام الساعة 4 عصرا من يوم الجمعة الماضي بتاريخ 26/3/2021 الموافق 16/8/1442 هجري، انطلقت رحلة تسمى رحلة أثر الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر ذيبان، وهي رحلة عن طريق على طريق الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومشيا على الأقدام، ستستمر لمدة 16 يوم. ويعني هاي الرحلة تجسيدا لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. راح نعرف أكثر تفاصيل عن هاي الرحلة الرائعة مع ضيفنا حاليا وأخونا من المملكة العربية السعودية الشقيقة، صانع المحتوى على اليوتيوب عمر ذيبان. أخونا عمر، أسعد الله صباحك وتحياتنا لك ولكل الإخوة في المملكة العربية السعودية. يا مرحبا، حياك الله وتشرف بلقائكم طقس العرب، وسلامي لأهل الأردن الحبيبة، ويعني نتشرف بالظهور معاكم والكلام عن حديث الطقس وكذلك فكرة أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة عليه الصلاة والسلام. نعم، بدنا نحكي أكثر للإخوة المشاهدين أخونا عمر اللي بيشاهدونا عن فكرة هاي الرحلة، كيف طلعت معك الفكرة وتفاصيل هاي الرحلة وشو سبب قيامك بهاي الرحلة؟ والله الفكرة كانت عندي من وقت قديم، وكنت أتتبع يعني سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأحيانا تجد قصص مثلا في العرج أو في موقع معين أنه توقف أو صلى أو خرج له مثلا سراقة بن مالك، لكن التصور الذهني للموقع مو موجود. يعني مثلا هل قابلوا عند جبل، هل قابلوا عند صحراء، هل قابلوا مثلا في مكان منزوي. فلما تفهم المكان مع السيرة تتشرب الفكرة كاملة، فتفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا. فرسمنا المواقع، طبعا استعنت بمجموعة من المصادر، وأهمها اللي هو البروفيسور عبد الله القاضي، هذا له كتاب رائع جدا يتكلم عن الطرق التي توقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم أو النقاط التي مر عليها في طريق الهجرة وذكرها بالتفصيل. كذلك هيئة المساحة الجيولوجية هنا في السعودية تكلموا عنها، تقريبا موجود 20 مرجع يتكلم عن النقاط التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جمعناها وحددنا المواقع، ثم بدينا نمشي عليها حتى نعرف المكان. يعني أنا أمس مريت على مدلجة مجاح فيها آثار قديمة، فيذكر الدكتور عبد القاضي يقول أنها كانت قبل طريق القوافل كانت هذه هي الطريق المعتمدة، ثم تغير لطريق القوافل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سار مع طريق القوافل، وإنما سار مع طريق محاذي قريبنا حتى ما يعني يعرض له أحد الأشخاص الذين كانوا يعني يريدوا القبض عليه وإعادته لكفار قريش. يعني صراحة أخونا عمر بفكرة جدا رائعة وتجسد يعني مسيرة الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام. كانت الانطلاقة من مسجد البيعة، خبرنا عمر سبب اختيارك لمسجد البيعة للانطلاق برحلتك. جميل هذا السؤال، أشكرك عليه حقيقة، لأن كثير من الناس يظنون أن بداية الهجرة هو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة هي 4 هجرات، هجرتين للحبشة، والهجرة الثالثة كان الصحابة يهاجروا للحبش لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان تحت حماية عمه عبد المطلب، يعني ما أحد يستطيع أن يتعرض له، كان في حماية عمه عبد المطلب. بعد بيعة العقبة الثانية بدأت من هنا تنطلق الهجرة، هجرة الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له الله سبحانه وتعالى بالهجرة، وإنما جلس ينتظر. أبو بكر هاجر للحبشة ثم عاد في جوار أحد كفار قريش وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد الهجرة، قال انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان أبو بكر يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول انطلاقة الهجرة هي من مسجد البيعة. مسجد البيعة هذه هي بيعة العقبة الثانية، موجود جنب الجمرات، يبعد عن الجمرات تقريبا 300 متر، وهذا بناها أبو جعفر المنصور عام 134 للهجرة. وهو يجسد الموقع الذي كانت فيه البيعة، وبعدها انطلقت الهجرة، هجرة الصحابة للمدينة. فأنا اخترت هذا الموقع لأن من بعد بيعة العقبة لما الأنصار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سوف يحمون بدل المهاجرين يتجهون للمدينة، فهو انطلاق أو أول موقع بعده بدأ الناس يهاجرون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من منزله،
جميل جميل 100%. اخونا عمر بدنا نحكي هلا عن مخطط الرحله. احنا بنحكي تقريبا انتم اليوم ببدايه اليوم السابع، نحكي عن الاماكن اللي مريتوا فيها خلال السبع ايام، وين الان انت موجود وما تبقى من الرحله، متى راح تنتهي، شو الاماكن اللي راح تمروا فيها، ونشرح يعني للاخوه المتابعين اللي بتابعونا وبيشاهدونا حاليا على الهواء مباشره يعني العمليه البروسيس كامله من بدايه الى حد هذه اللحظه الى النهايه المخطط كاملا. طبعا كان عندنا عده مشاكل، احنا نمر في الطريق. اول شيء الوقت اللي احنا فيه وقت تقلب طقس، فيعني نشكر طقس العرب زودونا بالمعلومات، كتله شماليه وكتلة جنوبية. أنا ما أفهم كثير في الطقس لكن أتابعكم وأخذ معلومات. فحنا بين الكتلتين هذه، فما نعرف بالضبط إيش بيكون الجو. وأنا اخترت التوقيت هذا لأنه قريب من شهر رمضان الكريم، فالناس يعني تشتاق لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حبينا عن طريق السوشيال ميديا سواء السناب أو اليوتيوب أو غير مواقع التواصل الاجتماعي إن نخليهم يشوفون الطريق هذا. فكان عندنا مشكلة الطقس، مشكلة الدعم اللوجستي، الأكل وغيره، لكن الحمد لله تيسرت. فكان في البداية يعني يحدد نقاط معينة ثم ينتقل الدعم اللوجستي، يقابلنا في النقاط هذه فنبات فيها ونأكل، بعد كذا نتحرك سيارة على الأقدام، لأن في أماكن فيها جبال مرتفعات أحيانا صحاري ما تدخل السيارة، فنضطر أنه يقابلنا في الجهة المقابلة حتى نستطيع أن ننتقل للمرحلة الثانية. يعني هذه مرينا امس على مدلجه لقف ومدلجه مجاح، وهذه يعني من اصعب المواقع اللي مرينا عليها لانها كانت مسافه طويله بين الوديان، ما في يعني ما قابلنا خلال ثلاثة ايام اي بشر ولا حجر ولا حتى يعني الحجر موجود كثير لكن ما قابلنا حتى حيوانات، فكانت المنطقه خاليه جدا. وهذه يعني حتى الارسال، يعني انا خرجت بعيد عن الموقع حتى استطيع ان اطلع معكم، الموقع ما في إرسال، فاللي يمر ما عنده خبرة أو خريطة للموقع. وفي مجموعة اللي هو هايكينج المدينة المنورة عملوا خريطة جميلة يعني بإشراف الأستاذ أحمد با صوتين، عملوا خريطة واضحة على الجوجل ماب والجوجل إيرث، فحنا نتبع هذه الخريطة ونمشي. طبعا هم مشوا تقريبا ست مرات وحنا نمشي على نفس الخريطة اللي وضعها. برضو أحيانا لما ينقطع الإرسال نستخدم الجارمن حتى لأنه يشتغل بدون نت، فنستطيع أن نصل للمواقع. في أمس كان عندنا يعني مرحلة صعبة والحمد لله تجاوزناها، اللي هو انقطاع النت ومسافة طويلة. فنحمد الله يعني مدلجة اللقف هذه فيها آثار قديمة يعني حتى من قبل الإسلام، وما حد يستطيع يصلها إلا شخص يعني يمشي تقريبا 17-18 ساعة حتى يصل لهذه المواقع، والحمد لله تجاوزناها وصورناها واتقناها. يعني يعني بصراحة أخوي عمر أنا مش بمكانك، ولكن أنا واللي بتابعه وصلنا كمية بجوز الاستمتاع بهاي الرحلة. إحنا عم نحكي عن رحلة عم نمشي فيها بأثر الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يعني كما مشى الخط خلينا نحكي أو الطريق اللي مشى خلال هجرته. غير الاستمتاع، الهدف بالنهاية من هاي الرحلة اللي أنت قمت فيها، هدفك الأسمى بهذا الموضوع، شو الهدف اللي أنت بترجوه من هاي الرحلة؟ والله الهدف الأساسي هو إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الشباب يكونون أحيانا يعني بعيدين عن السيرة، ما يتذكرون المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يعرفون أشياء بسيطة، مثلا يمكن بعضهم أول مرة يسمع عن خيمة أم معبد، اللي أفضل من وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أم معبد. أيضا حادثة سراقة البعض يسمع بها لكن ما يعرف، هي تبعد تخيل عن خيمة أم معبد 20 كيلو. ففي المنطقة هذه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أحداث، فهي مجال لإحياء سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. التعلم وليس تعبدا، يعني بعضهم يظن أنها عبادة المشي، لا هي ما عبادة، ما ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هي إحياء للسيرة، أنك تمشي في الأماكن تبدأ تتخيل يعني طول المسار ماذا كان يدور الحوار بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. يعني هذه مسألة لما تتخيلها وتستشعرها تجد المطاردة التي كان يعاني فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى المنطقة التي استظل تحتها، وهي حديث يعني في الصحاح أن أبو بكر لما كان يبحث عن الصخرة بعد مرج الكريبي، مرج الكريبي هذه منطقة صحراء قاحلة، فيقول فارتفعت لنا صخرة، ارتفعت يعني ظهرة، فاستظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. لما مشينا في هذاك المكان فعلا لا يوجد أي ظل، يعني خصوصا لما يقوم قائم الظهير اللي يكون الشمس قائمة ما يوجد إلا هذه الصخرة. فأنت لما تستشعر التعب والمعاناة التي عاناها المصطفى صلى الله عليه وسلم، مطارد ما في أكل يعرض له قطاع الطرق في كل حين، ومع ذلك أصر حتى يوصل الرسالة
للمسلم. فاستشعار هذه السيرة يعني أمر عظيم يدخل على النفوس، حتى أي واحد يمر في صعوبات أو مشاكل ويتذكر كيف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تعرف المشاكل الاقتصادية، فيتذكر كيف أن النبي عانى حتى وصل ثم بلغ الرسالة، فهذا يعطيك دافع قوي يعني الحياة. وأخوي عمر، يعني أنا كمان بدي أضيف بجوز نقطة على اللي أنت تفضلت فيه وشرحته. يعني إحنا بجوز اليوم أنت في معك دعم لوجستي، في معك جهاز الجارمن اللي بيعمل على الأقمار الصناعية، معك فريق كامل بسندك، وفي ظل هاي التكنولوجيا واللي وصلنا له أيضا لقيت فيه شوية صعوبات، وكان فيه تعب وكان فيه تقلبات جوية، فما بالك في الحقبة والزمن اللي كان موجود فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني التعب والجهد اللي بذله وتحمله في سبيل فعلا أن نوصل رسالة الإسلام السامية، ويعني يعني قدي كان فيه تعب، قدي كان فيه جهد، قدي كان فيه كمان تعريض حياته للخطر. فدائما بنقول يعني عليه أفضل الصلاة والسلام. وبدي أسألك أيضا، بلغون الإخوان المعدين أن هناك أيضا كمان حملة عن حملة لكفالة الأيتام من ضمن، يعني هي ما بعرف من ضمن الرحلة اللي أنت عم تسويها، نحكي أكثر عن حملة كفالة الأيتام أخونا عمر. هو حقيقة الفكرة جت أنه العدد الكيلوات من مكة المكرمة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 430 كيلومتر. نعم. فكان الفكرة أن في كل كيلومتر نحاول نكفل يتيم واحد. نعم. فيعني يكونوا من أيتام مكة والمدينة. فتواصلت مع جمعية الوداد، وهذه عندهم يعني فكرة جميلة، اللي ما عندهم يعني دور أيتام، وإنما نظام الأم البديلة. هذا نظام عالمي ولقى نجاح كبير، إنه نعم. يبحثون للطفل عن أم بديلة، فيضعون إلى تكفل هذا اليتيم، وهم يتابعون اليتيم ويتكفلون في مصاريفه. هذه فكرتهم الأساسية. نعم. اللي هي جمعية وداد، جمعية الوداد لكفالة الأيتام. فنستقر معهم أن يكون عندنا 430 يتيم، نجمع لهم كل ما نمشي كيلو نحاول أن نكفل يتيم، والحمد لله لأن وصلنا تقريبا ل 300 يتيم كفلناهم في الطريق، بقينا يعني المدة المتبقية إن شاء الله نكمل العدد اللي هو الهدف عندنا اللي هو 430 يتيم، راح تصرف على أيتام مكة وأيتام المدينة. فيكون يعني ضمن المشروع الناس تنظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر حديث المصطفى أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. فحاولنا نجمع فيها أكبر قدر من المعرفة والمعلومات والأجر، يعني هم ماشيين في الطريق. ما شاء الله، يعني الله يجزيك الخير. بالنهاية أنا ما بدي أطول عليك، يعني عشان إحنا عارفين الرحلة لسه يعني قائمة، بس أنا في كثير ناس عم بيسألونا حاليا عبر المواقع التواصل الاجتماعي كيف ممكن يتابعوا تفاصيل هاي الرحلة أخونا عمر. طبعا حساب سناب شات تبعك حيطلع حاليا على الشاشة أمام المشاهدين، بيقدروا يتابعوك عن طريق سناب شات صحيح؟ حاليا سناب شات لأنه بث لايف، أنا كل موقع روحه نعم. أذكر الموقع، يعني إحنا قريب من موقع صلى فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكلمت فيه في السناب. بعد كذا صورت أنا طبعا بطائرة الدرون وصورت بالكاميرات، لكن هذه تعرف الطريق ما نقدر نعمل لها مونتاج وننزلها على اليوتيوب، لكن أول ما تنتهي الرحلة بأبدأ أعملها على اليوتيوب، لكن حاليا أبثها على السناب شات بشكل مباشر. نعم ممتاز، يعني وهي السناب شات حاليا موجود على الشاشة أمام الإخوة المشاهدين، بيقدروا يتابعوا يعني تفاصيل ما تبقى من الرحلة، وإن شاء الله فيما بعد لما تنتهي الرحلة على خير حيكون في يعني أكيد أكثر من فيديو على اليوتيوب. أيضا قناتك على اليوتيوب أخونا عمر كيف بنقدر أن نعملها سبسكرايب؟ تدخل بس تكتب عمر ذيبان، بعض الملخبط نعم. ذيبان يعني اثنين ذيب، ما هو ذيب واحد، ذيبان ذيبين عمر ذيبان على طول يطلع لك في البحث، ويسوون سبسكرايب واللايك والشير كلها. والله هو سيدي بالنسبة لنا احنا الأردنيين كلمة ذيبان ترى يعني سهلة، لأنه في عندنا منطقة بمادة باسمها ذيبان برضو نفس الشيء. ما شاء الله يا كويس. طيب أنا بدي أقول لك تعبناك وانت ماسك التليفون، يعني الله يعطيك ألف عافية والله يجزيك الخير، فكرة جدا رائعة لتذكير يعني بالسيرة النووية، و إيصال فعلا يعني صورة مرئية، ما حدا يعني دائما كانت الهجرة بمخيلتنا بالكتب وخلال ما درسنا يعني، ولكن الجميل أنه برضو كمان يجي شخص زيك أخونا عمر فعلا يصور لنا الأماكن اللي مرت فيها هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. إلنا تواصل إن شاء الله بالأيام القادمة معك، وإن شاء الله عندما كمان الرحلة تنتهي بدي أقول لك الله يجزيك الخير، الله يعطيك ألف عافية إلك ولكل الفريق اللي معك، وتحية من المملكة الأردنية الهاشمية لأخواننا في المملكة العربية
السعودية الأشقاء والعزيزين على قلبنا. الله يعطيك العافية أخونا عمر. لا لا أنسى أني أشكر طقس العرب حقيقة، كان يزودنا بالمعلومات أول بأول، والطقس الفترة هذه فترة انتقالية فصعبة جدا، لكن جزاهم الله خير متمكنين. كذلك الأستاذ يحيى البريري متواصل من السعودية معاكم، وكان يزودنا، فأبلغكم الشكر وشكر الفريق كامل اللي ما بذلتوه من جهد، الله يعطيكم العافية. واجبنا واجبنا أخونا عمر، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة معك وتفاصيل الرحلة أكيد راح نكون معك برضو كمان مغطينها أول بأول. جزاك الله كل خير، ونراك على كل خير بعد انتهاء الرحلة إن شاء الله. شكرا ليلى. الله يحفظك، شكرا لكم، في أمان. يا أهلا شكرا. إذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا، كان معنا أخونا عمر ذيبان اللي انطلق برحلة أثر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعني يفرجينا مراحل الهجرة أو خلال الطريق، عفوا مراحل طريق الهجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأكيد مستمرين معاكم ببرنامج جوك، راح نروح على فاصل ومن ثم راح يكون معنا الدكتور جمال الموسى نحكي عن شهر نيسان بالموروث الشعبي، خليكم معنا. هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم.